السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا غايا، ان شاء الله تكونوا غا ملاح. مرحبا بكم في قناتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. اللي اشتركوا معايا جدد نقول لهم مرحبا بكم في قناتي، ان شاء الله يكون يعجبكم المحتوى تاعي. وكاع مشتركين تاعي ثاني نقول لهم ان شاء الله تكونوا غايا وان شاء الله تكونوا غا ملاح، ومرحبا بكم ثاني في القناه تاعي. اليوم غادي نكملوا السلسله تاع الفيديو تاع نهار اليوم. غادي نكملوا السلسله تاع كيفاش تخلص من الحبوب اللي في وجهي. عندي راني درت لكم سلسله هذه الايامات، كل يوم ندير لكم فيديو، راني نديرها بشكل يومي على هذا الشريط. اذا كنتم ما كنتوش مشتركين اشتركوا في القناه وفعلوا جرس الاشعارات باش هكا كي ندير فيديو يوصلكم يعني في الطريقه اللي ندير فيها الفيديو، وهكا ثاني تشجعوني باش نكمل في هذا المحتوى باش ثاني تكبر قناتنا بشويه بشويه. اليوم الجزء الرابع من هذا السلسله، واللي هو البارح درت لكم على التقشير. بين من مرة التقشير بين غادي نسحقوا الترطيب. الترطيب البشره الحساسه جافه ولا دهنيه ولا نورمال اللي ولا العاديه اللي الترطيب حاجه مهمه بزاف بزاف البنات، سيرتو لا كنتو داير لا كافيكم من الحب ودرتو التقشير وكاع راكم تعرفوا. اليوم جبت لكم انا المنتجات اللي رطب بها وجهي من في الليل، ماشي في النهار ماشي في الصباح، يعني في الليل. نبدا اول حاجه بين كي نغسل وجهي ونشفه وفين نقشره ونشفه، انا حاجه الاولى اللي نديرها هو هذا السيروم، هذا تاع لانكوم. هذه انا عندي غير هذا التيست، هذا الصغير اللي درته وعجبني بزاف صراحه، يصفي الوجه، يبيض الوجه، يشد الوجه، شد الوجه بطريقه شابه. خصوصا ان لانكوم هي كشغل ماركه معروفه وهي ماشي جزائريه، باينه باللي تخارج. كي يكون عندكم الحب في وجهكم باينه باللي ديروا صوالح تاع الخارج، ولكن هكا منتجات زي تخرج عليكم كل حدا والبشره تاعها هكا باش نيفيتو المضاعفات. كما قلت لكم ندير هذا السيروم، ولو كان يكون بارد خير البنات، يكون بارد يعني في بلاصه ديرو فريجيدير ولا المهم في بلاصه اللي فيها البارد، يقعد بارد ما يحماش. ندير هكا شويه وهكا كما كتشوفوا، كما هكا يجي هكا، يجي شفاف هكا. ندير شويه هاك في البشره تاعي، شويه في جبهتي، في خدودي، وفي تحت في الوجه كاع ندير لها هاك. ريحتها صراحه بزاف شابه البنات، يعطي بغيونس للوجه، يرطب الوجه وثاني يقلع على كاع كاش جريحه كانت عندك ولا تشققات ولا كاش حاجه وخد اخرى. عندنا البرودوي الزواج اللي نديره ثاني هو افان سيكال فات، هذه راه متوفره في الجزائر، متوفره عندي فارماسي، دير 235000. هذه صراحه تجي صباح وتجي في الحشيه، يعني قد تبغي ديريها صباح وفي الحشيه، تبغي ديريها غير في الحشيه. هذه البنات سموها هي صراحه تجي للترطيب، وهي خدمتها الحقانيه باش نفهمكم هي للترميم. شنو معناتها الترميم؟ يعني كي نديرو ميتواج دو بو ولا نديرو هاك تقشير كيميائي ولا تقشير غير في الدار ولا يكون هاكا الوجه بزاف متحسس، نستخدمو هذه سيكالفات لانه هي غادي ترطب لكم الوجه تاعكم مليح وترمه ترميم. راكم عارفين شنو الترميم، يعني يكون هاكا شويه محفر، شويه هاكا مسامات كبيره شويه، خصوصا البشره اللي تكون جافه بزاف بزاف. كيما نقول لكم رحتو الحمام ولا هاكا درتو لي سوال وجوهكم، اي تروحو ديروها هي باش تعطيكم ترميم للبشره وثاني منطو ترطيب. سيكالفات على اسمها باينه باللي سيكالفات على اسمها باينه باللي مليحه لي سيكاتريس صراحه البنات. انا ندير فيها بالك في واحد الشهر هكا، كشغل هي ما نقولكمش ما عطاتنيش نتيجه الحقيقه، قلعت لي الحب. يعني هذوك كيما قلت لكم انا السيكاتريس لا ما عندي لكم ما يرى دوك الاثار الحبوب شغل راهم يبردوا، ما راحوليش راهم يبردوا. على ذاك راني نحوس معكم في منتج اللي يقلعهم ضربه واحده، بصح هذا ثاني، هذا المنتج صراحه يعاون بزاف وشباب بزاف. هذه لا توفرت عندكم البنات غير شروها، سورتو كيما قلت لكم لك عندكم بشره جافه ومتضرره باسكو علامه. هذه ديرها انا في الليل، ماشي في الليل يعني المغرب ولا كي نغسل وجهي ندير روتيني الليلي. ايوا وفين اللي بغي ديرها في الصباح، فين البنات على ما روعه انا يدي في الصباح نغسل وجهي وندير كريم، نديرها هي وبعد ندير كريم سولير ومن بعد كندير شو انتي ساعه ولا فوندو
ندرك به شويه هذوك اثار الحبوب. والله ما تامنوا يا البنات كشغلاني روماركيت باللي نهار اللي نديرها هي ونهار اللي ندير ترطيب وخد اخرى عندي هذاك تاع ديغنين ولا ثاني عندي افين تاع الترطيب. والله يا البنات هي تخلي لك الفوندو تاع يجيك على وجهك شكله كي الفيلتر. شفتوا كي الفيلتر هكا يبان الوجه هكا واقع طبقه واحده. اصلا هي دوك نوريها كي جايه هي ماهي جايه هكا ميها ولا على العكس تاع افيل الاخرى. شوف كيفاه جايه دايره كلها شويه خاطرش نحسها حال البلو ولا الفير ولا بصح جايه ثقيله شويه. شوفوا شوفوا هذي وفين هي هي تقريبا ما فيهاش كاع ريحه وراهم بيوريوها بزاف حلو في لي فيديو تاع تيك توك في الانستغرام في اليوتيوب. روحوا ترجعوا عليها اطباء الجلد وشوفوا شها يقولوا لكم عليها اذا كانت كيفي ولا لا. المهم البنات انا هذو زوج منتجات اللي نديرهم الروتيني اللي في وقت الحبوب صح تلقيت عليهم نتيجه شابه لقيت عليهم يعني هاك تفاعل مع وجهي شباب وريحت عليهم صراحه هما بزاف شابين ومضمونين بسكو تخرج بسكو ثاني ماركه طبيه. لا كنتو جربتهم البنات شاركوني لا كنتو جربتو واحد فيهم ولا الزوج شاركوني بالتجربه تاعكم ولا خرجت عليكم ما خرجتش عليكم في خانه التعليقات. اليوم درت لكم هذا الفيديو تاع الترطيب الجزء الاول. غدوة ان شاء الله يا ربي ندير لكم الصباح روتين الصباحي في الوقت اللي يكون عندي فيه الحبوب يعني باش نرطب. وهذا ما كان البنات ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ان شاء الله يكون هكا خفيف ظريف عليكم ان شاء الله وصلت لكم الفكره البنات. عالم ربي باللي راني نقول لكم هذا صوالح من قلبي. ايوا نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا في القناه تخلوا لي جيم اذا عجبكم الفيديو. بسلامه البنات.